عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة، تعالوا نشوف هيقول إيه ونرجع لحضراتكم على طول. محمد سعيد اتفضل. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، تحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي مجددا هنا من داخل فندق الاقامه. في هذه اللحظات معايا بالطبع الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه فريق النادي الاهلي هنا في بوتسوانا، استعدادا لهذه المباراه الهامه ضمن مباريات الجوله الرابعه لدوري ابطال افريقيا في المجموعه الاولى. استاذ خالد الدرندلي برحب بحضرتك، والكابتن ميدو بيرحب بيك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. اهلا بيك. في البداية طمنا عن أخبار البعثة وأحوال الفريق بعد ما وصلت البعثة بالأمس في بوتسوانا وخوض هذه المباراة الهامة جدا، 3 نقاط مهمين بالنسبة لمستقبل الفريق في المرحلة القادمة. الفندق هنا الحقيقة المدير الفني ومدرب الأحمال كانوا حريصين على إن يبقى في يعني تمرين استشفاء بعد الرحله الطويله دي، فعملوا تدريبات اطاله وفيتنس كده. النهارده الصبح اتعمل نفس التمرين تاني في جوه الاوتيل برضو الساعه 4:30 كان بعد التمرين في الملعب. الملعب ما كانش طبعا على ما يرام، يعني مش اللي احنا كنا متوقعين يبقى احسن من كده، بس هو ده المتاح. تعاملوا مع الظروف والتمرين كان كويس. الحقيقه انا اول مره اطلع او يعني اتقابل مع المدير الفني و باتريس كارتيرو ومدرب الاحمال. الحقيقه ناس انا يعني كنت متوقع ان يبقى في نوع من الـ يعني عدم الالفه او مع اللعيبه او مع لسه مش واخدين على الجو. ناس متعاونه جدا ومتالفين جدا، والحقيقه انا سعدت بالمقابله الاثنين، يعني حاسس ان هم هيبقوا في امل كبير مع الفريق، هيدوا نتائج كويسه، عندهم طموح، حاسين. لسه كنا جوه دلوقتي احنا على العشاء بيتكلموا عن النادي الاهلي، ان النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا حتى هم بره مصر، النادي الاهلي في كل حته. هم سعداء جدا بان هم يعني ضمن منظومه النادي الاهلي، عايزين يعملوا نتائج كويسه، عايزين يثبتوا لنفسهم. حاسين الاهلي ده هو اللي هيوصلهم لطموحاتهم دي. فطبعا انا متفائل جدا ومبسوط قوي من الجو، اللعيبه مركزه جدا. الماتش طبعا ماتش مهم قوي. بقول ان يعني 3 نقاط مهمين يحطوك على راس المجموعه، يعوضوا، مش هقول ثقه راحت، ولكن في بعض اللحظات من فترة بعض الجمهور والمحبين النادي حسوا ان النادي مش هو ده النادي الاهلي، ولا بالعكس الثقة موجودة. ان شاء الله المباراة دي تعدي على خير، نرجع منصورين باذن الله. عندنا مباريات بعد كده في الدوري، عندنا مباريات في افريقيا، عايزين نكمل المشوار، عايزين نستعيد لقب افريقيا اللي احنا فقدناه. فانا متفائل ان شاء الله جدا، وبطمن الناس ان اللعيبه كمان عندها العزيمه وعندها الاراده انها تكمل المشوار بفوز، وفوز افريقيا باذن الله ان شاء الله. طيب رحله سفر كانت طويله يا استاذ خالد، ومع ذلك تعتبر هي اقل مده سفر لرحله الاهلي من القاهره حتى الوصول للعاصمه البتسوانيه جبروني. شفت الرحله ازاي والترانزيت في اديس ابابا ومشقه السفر، وكمان استقبال مسؤولي تاونشيب البعثه الاهلي واذلال كافه العقبات بالتنسيق كمان مع الكابتن محمد يوسف والكابتن سمير عدلي المدير الاداري اللي سبق البعثه 48 ساعه. هو طبعا سبق البعثه دي كابتن سمير، لازم الحقيقه يعني احنا تعودنا على كده من سنوات، ان ده مهم جدا ان حد يبقى موجود، خاصه ان احنا البلد هنا ما فيهاش تمثيل دبلوماسي لينا، فما فيش حد من السفاره بينسق بيساعدك بيوجهك، فكان الكابتن سمير لازم يكون موجود. الحقيقه قام بكل الدور بتاعه على اكمل وجه. الاوتيل كويس جدا، الملعب هو ده الملعب المتاح، يعني ما عندهمش ملاعب احسن من كده، لان هم كان في ملعب احسن بس ترتان، واحنا مش هنلعب على ترتان. فكان لازم كابتن سمير. الحقيقه احنا جايبين معانا الشيف بتاعنا برضو يشرف على الاكل، لان اللعيبه بيبقى عندها نفسيا كده عايزه تاكل اللحم المصري، عايزه تاكل اكل مصري. فاحنا ده كل ده حاجات احنا بنوفرها. النادي الاهلي بيحاول يوفر احسن ظروف واحسن يعني حاجه تريح اللعيبه نفسيا كمان.
السفريه احنا وقفنا في اديس ابابا الساعه دي، كان الحقيقه انت كنت معانا برضو محمد وشفت منظر المطار زحمه جدا مرعب. احنا قلنا ده ولا 3 4 ساعات عشان نعدي الطابور ونوصل للجيت. الحقيقه احنا تصرفنا وفهمنا الناس ان احنا فوتنا الطياره اللي كلها ساعه، وخلونا طلعنا بره الزحمه دي، وصلنا للجيت بتاعنا، خدنا الطياره وقفنا بعد كده في فيكتوريا فولز برضو ساعه. طبعا مع القعده في طياره والمسافه طويله، فاللعيبه بتبقى راجعيه مرهقه، فعشان كده عملوا التمرين الاطالات ده امبارح بعد يعني اول ما وصلنا. الاقامه انا شايف الاقامه كويسه، ما فيش مشاكل، الاوتيل موفر لنا كل حاجه، وده طبعا اختيار برضو، ده كان من توصيات كارتيرون اللي هو عايز الاوتيل ده اللي هو نزل فيه قبل كده، نزل فيه مع مازيمبي قبل كده. مع مازيمبي، فالحقيقه يعني كان اختيار موفق. كابتن سمير عرف يظبط لنا كل احتياجاتنا. على سبيل المثال يعني بعد التمرين عايزين تلج، عايزين بكميات، بيجي لنا كل حاجه. فالحمد لله يعني احنا بنستطيع ان احنا النادي الاهلي بنظامه بقدراته بيوفر كل حاجه متاحه يعني. طب استاذ خالد